يسعد صباحكم من جديد وأضحى مبارك، ويعني أيام مباركة وأيام فضيلة بيتجلى فيها أسماء المعاني والقيم. اليوم رح نحكي عن موضوع بهم كل الأهالي اللي عم يتابعونا. لما نقول العيد نحن مو بس لازم نشرح لأطفالنا عن العيدية أو عن مشوار أو أي شيء، لا نحن لازم نهتم كمان بالجانب الروحي، بالجانب الديني، بالأعياد والمناسبات الدينية. كتير مهم اليوم نحكي لهم عن أهمية العيد ونوضح لهم كثير من التفاصيل، ولا سيما اليوم تحديدا الاطفال يلي بيعانوا من صعوبات التعلم. قد هدول يمكن حاله خاصه يا رشا بحاجه يمكن لاهتمام اكثر منا. اكيد يا هادي، اليوم عم نحكي عن اطفال خلينا نقول عندهم حاله خاصه مثل ما قلتي بحياتهم، هن بحاجه اليوم لشرح مبسط، بحاجه اليوم لمحبه من المجتمع المحيط حواليهم، بحاجه انه نحن نعمل انشطه، نعطيهم تفاصيل كثير صغيره يقدروا يشعروا انه هن عم يمرقوا بأيام مميزة عن الأيام الباقية. فرحة العيد هي حق لي الجميع. اليوم الأشخاص أو الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم وبالكلام والنطق أيضا اليوم حقهم يشعروا بهي الفرحة ويعرفوا شو يعني عيد، شو يعني عيدية، شو يعني لمة الأهل. اليوم هدول الأطفال مثل ما قلنا معاملتهم خاصة، ولنقدر نحن نتعامل معهم بشكل صحيح أسئلة كتير حجاوبنا عليها ضيفتنا لليوم وهي الدكتورة خنساء البدوي أخصائية تربوية. يسعد صباحك دكتورة. صباح الفل. يعني انت بألف خير. انت بألف خير. اهلا وسهلا فيكي وجودك معنا لليوم. يعني موضوع كثير مهم، ولا سيما عم نحكي عن اهميه العيد بالنسبه للاطفال. يعني نحن حابين نخصص على الاطفال اللي عندهم صعوبات بالتعلم، ولكن خلينا بدايه اهميه العيد بالنسبه للاطفال بشكل عام، شو هو العيد لهم؟ لا مو بس الاطفال، العيد فرحه، هو للكبار قبل الصغار، لانه صحيح. الكبير كان صغير ويفرح بالعيد، فدائما مفهوم العيد بيتجلى اكيد بالروحانيه تبعه، بالمنطلق كل شيء جديد فيه، بطعم الحلويات، بجو الحارات، جو الاسره، العائله، الجمعات. فالعيد اكيد نحن مثل ما ربينا عليه واولادنا عم تربى عليه، هو جمعه، هو فرحه، هو عيديه. هي انه نجمع مصاري ونعدها، قديش صار معك، قديش صار معي، بدي اروح على المروحه، بدي اركب بالزحليته، وا 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 الى اخره. فنحن العيد بالنسبه للطفل هو فرح، هو سرور، هو انه جده وتيتا جايين لعنا ورايح لعند عمي. فاكيد يعني انه مثل ما هو عباره عن منظومه سعاده وفرح، هو عباره عن كزدوره، هو عباره عن انه انا اعلم الطفل ثقافات اخرى، اوجهه للمجتمع بشكل اكبر. دائما اطفالنا محصوره بجو البيت، تبع انه واجب المدرسه، الروضه، النادي الصيفي، تبع انه انا دائما مضغوط بعده اشياء بالنظام المدرسي سواء كان او بالنظام الصيفي. فوقت اللي بيجي العيد انت خارجه عن منظومه كل شيء مقيد، فانت عم تطلعي، عم تفوتي، عم تلعبي، فانت مباشره عم تتوجهي لجو خلينا نقول المجتمع. هون بيكون يعني خلينا نقول التجلي الاكبر للتعلم عند الطفل. طيب كونه نحن وصلنا للتعلم، اليوم هذا الطفل عنده حالة خاصة ومفروض نحن نعامله بشكل خاص، نراعي الفروق الفردية بينه وبين أقرانه ونراعي الوضع الصحي لإله. اليوم الأهل لهم دور كتير كبير بهي النقطة، وهن المسؤولين اليوم عن تصدير ثقافة العيد، أجواء العيد، فرحة العيد، وشو يعني عيد، نحن ليش اليوم عم نعيد. اليوم الأهل شو دورهم بهذا الموضوع أو شو لازم يعملوا؟ هلا المشكلة هادي، عفوا رشا، وقت اللي بتكوني عم تشتغلي مع بيئة من الأطفال وهي بشكل عام مهمشة مجتمعيا. يعني اليوم نحن إذا بدنا نحكي عن الأطفال يلي عندهم قدرات خاصة أو من ذوي احتياجات خاصة، أنت عم تحكي عن فئة مهمشة الآن خلينا نقول بلشت تعطى أبسط الحقوق، ألا وهي أنه تطلع على المجتمع بأسلوبها، يعني أنه هي تمشي شوي بالحياة، أو خلينا نضوي عليها شوي. سابقا كانت الأهالي تخبي هي الفئة من الأطفال. فنحن اليوم وقت اللي بتقولي أهل، أنت عم تحكي عن الركيزة الأولى لتعلم الطفل، عم تحكي عن الركيزة الأولى الداعمة للطفل. اليوم كتير صعب أنه أنت توجهي طفل لمجتمع بدون دافع أو دعم من الأبوين. صح. فوقت اللي بيكون في تهميش من قبل الأبوين بيكون الوضع كارثي، لأنه أنت العاتق الأكبر يقع على الاثنين، يعني الأب والأم، ممكن يكون على الأخوة بغياب الأب والأم، إلا أنه دور الأخوة مرجع أو خلينا نقول متراجع أمام الأهل. وقت اللي بيكون اكيد في عنا وعي، في عنا خلينا نقول تفهم لهي الفئه من الاطفال، سواء كان طفل طبيعي او طفل عنده وضع خاص او نوعيه خاصه. اليوم الطفل الطبيعي انت بتعاني معه بازدواجيه انه العقليه تبعه، انه انا بدي البس على كيفي، بدي اكل على كيفي من عمر السنتين،
ونص بتبلشي بتشوفي هذا الشيء بزت لك الغرض اللي ما بده يلبسه بينقي على كيفه، الاكله اللي ما بيحبها ما بياخذها، حتى لو اكله مفيده بالنسبه له هو ما بيحبها. صحيح. بدك تجي انت باسلوب معين، فالاسلوب اسلوب تفاعل الاهل، طريقه تلقي الاهل للدعم او المعلومه العلميه مع الشخص اللي عم يحيطه بالخبره، هي اكيد لها دور كثير كبير. تمام دكتورة خنساء، خلال حديثك ذكرتي نقطة كتير مهمة، ولا سيما أنه ذكرتي أنه هدول الأطفال، هي الفئة من الأطفال هي مهمشة اجتماعيا. طب اليوم أنا كيف قادرة أني غير هي النظرة المجتمعية لهدول الأطفال؟ كيف قادرة أنه خلي هدول الأطفال يكونوا مندمجين أكثر بالحياة بالمناسبات الاجتماعية؟ شو الطريقة الصحيحة؟ خبرينا. هلأ نحن هلأ هون مثل إذا أنت كنتي ماسكة ألوان يعني معينة من المياه وعم تصبيها بماء خلينا نقول نقي. فكل إنسان عنده فكرة بالحياة، كل إنسان عنده نظرة بالحياة، كثير صعب تغيري نظرات الجميع. إنما خلينا نقول كل ما طلعنا هي الفئة من الأطفال على المجتمع بشكل أوسع، كل ما عطيناهم حقوقهم، كل ما دمجناهم بشكل أكبر. هلأ الغالبية العظمى بتقول دمجهم يجب أن يبدأ بالمدرسة، أنا لا أحبذ قبل المدرسة، هي مجتمع. وانتي بالذات انه وقت بتقولي تعليم مدرسي الفكرة بتكون على انه انتي عم تدمجي طفل طبيعي مع طفل غير طبيعي، فالخطأ او الخلل مو بيصير عند الطفل الغير طبيعي، عم بيصير عند الطبيعي لانه مقلد. اليوم الطفل الطبيعي بيقلد كل شيء بيشوفه، انتي اذا بشوفك عم تعملي حركة وعجبته فهو عم ياخذها تلقائيا وعم يستخدمها، فما بالك الطفل اللي ما بيكون عنده خلينا نقول الشكل الدماغي صحيح او الاستجابة صحيحة. فأكيد هون بيعتمد خلينا نقول بالدرجة الأولى على نوعية الأفراد تلقي المعلومة، وبنرجع بنقول الأساس بهذا الشيء هو الدعم البيئي، وحتى كمان خلينا نقول شوي إنه نفتح الأطفال على بيئة صحيحة. طيب دكتورة خنساء، اليوم ذكرنا بالمقدمة إنه كل حدا فينا عنده ذاكرة خلينا نقول أرشيف كامل من الصور، إن كان بعيد الفطر أو بعيد الأضحى، إن كان بصلاة العيد، إن كان بالأضحية، بلمة، بالجيران، بالشقاوة اللي كنا عم نعيشها بهذيك الأيام. هذا مخزون موجود عندنا نحن كأشخاص أصحاء. يعني اليوم نحن عم نتعامل مع طفل ما بيعرف شو يعني العيد، ما بيعرف شو يعني حجاج، ما بيعرف شو يعني جبل عرفة، الأضحية ليش يعني. اليوم كيف نحن قادرين نعزز هي الثقافة، نشرح شو معنات هذا العيد، أنشطة هل ممكن تساعدهم؟ طبعا اكيد. هلا نحن الاطفال هدول رشا خلينا نقول بنروح معهم للجانب الحركي يلي بتستخدمي فيه اسلوب التآزر البصري واليدوي. اليوم انت عم تشتغلي معهم اشياء بتخص العيد لحتى تكون لصيقه الذاكره يلي بتكون قصيره المدى. اليوم هي الفئه من الاطفال بتمتلك ذاكره، انما خلينا نقول مثل الذاكره السمكيه، تبع انه انت اليوم بتمتلكي الفكره والمعلومه، بعد اسبوعين او ثلاثه او شهر او شهرين خلص انا نسيتها، بترجعي بتقولي له عيد، هو ما بيتذكر ممكن العيد. بس كل ما اشتغلتي معه وقدمتي له خلينا نقول أبسط الأمور يلي ممكن تذكره، ممكن تشتغلي معه بالإيفا، صنع خروف معين من الإيفا والكرتون، حتى يعني سواء كان عيد خلينا نقول الفطر أو الأضحى، صنع القنديل الرمضاني، أو مثلا تقديم الوجبات للأطفال يلي هنن بحاجة، أعطائهم عيدية، ورغم أنه هنن ما بيعرفوا إلا أنه إذا بتكوني معززتيها بأنواع من خلينا نقول من السكريات اللي هنن غالباً نحن بنكون عاملين لهم منع عليها، فهي بهذا اليوم هو مسموح خلينا نقول، فبصير الذاكره مقرونه بانه انا اخذت مصاري مع شوكولا، وقت اعطيتيني الشوكولا ومصاري هذا عيد يعني، فهيك بصير بيذكر الطفل. او ممكن تذكريه بموضوع انه تذكر وقت عملنا خروف، حطينا معه مصاري، حطينا معه شوكولا وبونبون، فبيرجع لموضوع انه ايه انا عندي اياه، فممكن يجي بيفرجيك اياه، فذاكرته متعلقه بالاشياء الهادفه خلينا نقول اللي بتستخدميها معه. فهو الامر متعلق بتآزر حركي يدوي، انه انا عم علمهم شيء حركي بايدهم عم يشتغلوا حتى يبقى خلينا نقول بالذاكره معهم. يعني اليوم بتلاقي في فئه من هدول الاطفال مشاعرهم ما بيعرفوا يظهروها، او رده فعلهم ما بتكون واضحه، ان كان مبسوط او ان كان زعلان، ما نحن ما بنعرف هذا الشيء. اليوم هدول الاطفال نحن كيف بنساعدهم لحتى يعبروا عن الشيء اللي حاسين فيه، لحتى نحس انه هنن فعلا مبسوطين بالعيد؟ شو هي اللغه اللي لازم اليوم نركز عليها مع هدول الاطفال؟ طبعا هلا انت هون عم تحكي عن فئات عده هايدي. يعني اليوم نحن ما فينا نضبط منظومه التوحد بالداون، لانه الداون ممكن يتالف معك بشكل مجتمعي كثير حلو، ممكن يفهم العيد ويفهم الاراء الشخصيه، ممكن يعطيكي راي، انما الطفل التوحد ممكن يكون فجاه عم يبكي،
فجأة عم يضحك، فجأة عم يضربك، فجأة عم يبوسك، فجأة حابك، فجأة كرهانك. فهو شخص غير خلينا نقول متمسك برأيه، أو ما عنده القدرة تبع يحافظ فيها على البيولوجيا الداخلية تبع خلينا نقول الروحانيات تبعه. بنروح لموضوع اللي عندهم أطفال، الأطفال اللي عندهم صعوبات بالنطق أو صعوبات تعلم، يلي هن ممكن يكون ما عنده مشكلة بالكلام فهو مو قادر يعبر لك. الموضوع التعبيري عند هي الفئة من الأطفال بيكون متعلق خلينا نقول باللمسة، بالضمة، بالبوسة، تعرفي من هي الجهة إذا هو متفاعل معك أو لا. هلأ خلينا نقول جربي قولي لولد عادي طبيعي زعلان منك تعطيني بوسة، لا ما بدي أعطيك، تتذكري وقت عملتي لي فجأة ويطلع لك بزواكر هي من 200 سنة أنه تتذكري وقت عملتي لي كذا أو ضربتيني أو ما اشتريتي لي أو ما عملتي لي. فما بالك طفل لا يمتلك من يعني الآلية الداخلية شيء بأمره أو شيء هو بممتلكه، فهو فجأة عم يبكي فجأة عم يضحك. هي الفئة من الأطفال خلينا نقول دائما مقرونة بضمة بالوقت المناسب مو دائما، لأنه التعزيز العاطفي هو خاطئ لهم بشكل دائم. طيب اليوم ذكرتي هلا نقطة كثير مهمة، وهو إنه نحن كأصحاء وقت اللي بنزعل كلمة بتأثر فينا وبصير فعل وردة فعل. المجتمع، الأهل، موضوع الدمج، أنت اليوم معنك مع أنه يندمج الطفل بالسنة الأولى من مدرسته، مفروض يكون في تهيئة من قبل، ولكن ما بين المجتمع السلبي والإيجابي شو تأثيره على هذا الطفل؟ لا هي خلينا نقول رشا مو لأنه أنا ماني مع، نحن اليوم عم نحكي عن فئات هي مختلفة، كرمال التنمر تمام. كرمال الطفل الثاني يتقبله. الأهم من التنمر أنا كشخص بشوف أنه أنت الطفل الطبيعي أنت بتكوني بهي الحالة عم تظلميه، لأنه هو مقلد بالدرجة الأولى بالذات بفئات العمر الأولى. هلأ إذا بدك تقولي لي بدمج بعمر 15 سنة بقولك أنا معه بامتياز، بس تقولي لي بدي ادمج بعمر 6 سنوات او بعمر الروضه، انت عم تشوفي هون الولد بيرجع بيقول لك ماما عملت المس هيك معي اليوم بالصف، وعملت هيك وعملت لشعراتها هيك حاطه على اظافيرها احمر. فهو مراقب عن 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 كسب وبدقه. اليوم الطفل اذا انت بتغيري فيك شيء فهو بتابعه بامتياز. بتيجي لطفل عنده وضع خاص، هو ما عنده هذا الانتباه العالي، ما عنده هي الدقة بالأداء خلينا نقول معي، ما له مراقبك بشكل دائم، ما بيقدر بيقلك دائما إلا إذا أنت خلينا نقول كان وضع طبيعي عنده تأخر معين. هون بقول ممكن الوضع محمول، بس إنما أطفال خلينا نقول عندهم وضع كتير خاص مثل أطفال التوحد لا، هون الوضع يختلف كليا. لا ما فيني انا ادمج، انما خليني اقول ممكن ادمج مجتمعيا، انه انا طلعهم للمجتمع عارفهم على الاطفال، لانه الساعات هون بتكون محتومه بوقت معين، انما ساعات المدرسه هي مثل ساعات المنزل خلينا نقول، عم تتجاوز 7 و8 ساعات ببعض المدارس، وفي مدارس عم تتجاوز 10 ساعات اللي بتكون مدارس خاصه، فانا هون بحكم على الطفل بوضع معين هو بيكون في ظلم عليه. وبالذات خليني أقول بالفئة الأولى من العمر، بينما بس يطلع بسنوات العمر المتبقية صار الوضع طبيعي، يعني وقت اللي بيصير عمره 10 سنين هو قادر على تحقيق الهدف تبعه، أو قادر على أنه يعرف أنه أنا هذا الولد عنده نوعية خاصة وعنده شيء خاص فيه، فأنا قادر على ضبط آلية التقليد وما أتبلد أكيد. ومن أجواء العيد يلي لازم كمان نحن يمكن نعلم أطفالنا ونوعيهم فيها كمان دكتورة خنساء، اليوم العمل الخير أو فعل الخير اليوم دي مهم نركز على هي النقطة، نخبرهم أكثر لأطفالنا عن أهمية الخير بالأعياد بالمناسبات الدينية مهما كانت الإمكانيات بسيطة. هذا الشيء يمكن بخليهم اجتماعيين أكثر بالحياة ويختلطوا مع الناس ما يحسوا يمكن بأي فرق. طبعا أكيد، وفي أطفال كتير بتراقب بتقلك أنا شفت هذا الشخص جوعان عطيته، شلت من خرجيتي عطيته، شلت من عيديتي. شعور الفرح هون لا يوصف عند الطفل لأنه هو عم يقدم، بس هون بيصير التعزيز الأكبر من قبل الأبوين. يا ترى أنه أنت صح؟ في كتير أشخاص بتقلك لا أنه ما بيصير تعطيه هو معه مصاري، كتير أهالي ومنسمع يعني. صحيح. أنه أنت ما بيصير تعطيه لأنه هذا معه أكثر منا أو كذا، لا هو خلص بما أنه اندفع لعمل خير حتى لو هذا الشخص معه فأنا لازم أثني عليه الشيء اللي عم يعمله، أو خليني أقول تابعه بأنه برافو والله بكرة رح يضاعف لك رح يعطيك كذا، فهو هذا الشيء بيعطيه شعور الرضا، التسامح، الفرح. فنحن أكيد دائماً بنسعى لتحقيق التوازن الاجتماعي مع الطفل، تحقيق خلينا نقول التفاعل الاجتماعي الصحيح، وخلينا نقول كل عمل خير مردود أضعاف مضاعفة على الشخص. طيب دكتورة اليوم ما بتشوفي كونه نحن عم نحكي عن فعل الخير وعمل الخير، واليوم عم نحكي نحن مع فئة خاصة شوي بالمعاملة، يعني
احنا اذا نزلنا هذا الطفل على الارض شفنا يعني خلينا نشوف فرق تطوع عم تعمي ناس عم تجهز اكلات، حتى لو اليوم هو ما عنده ادراك الكامل وانت، لكن قلتي بيشوف الشيء المحسوس الشيء النظري اكثر ممكن طبعا يشعر فيه، يعني قدامهم اليوم دمجهم بفرق التطوع برايك؟ هلا هون نحن اول شيء بنعمله مع الاطفال اللي عندهم خلينا نقول احتياجات خاصه، هو انه انت دائما طلعيهم بجولات ميدانيه، دائما تدعميهم بالاشياء اللي بتخص التطوع، دائما تقدمي لهم شيء ملموس على ارض الواقع، لانه لصيق الذاكره بشكل دائم، او خلينا نقول الصوره احيانا بتحكي مع الطفل، التقاط الصور له اثناء التجوال مع فرق تطوعيه هو بيذكره بالشغلات الهادفه اللي كان عم يعملها، فنحن الهدف الاكبر هو تمرينه على الحياه المجتمعية، وخلينا نقول الليونة اللي ممكن يشوفها بفرق التطوع، لأنه اليوم أنت وقت اللي بتكوني عم تقدمي شيء تطوعي فأنت عم تقدميه بحب، ما حدا بيروح بيتطوع بس حتى يلقط صورة أو بس فيديو، لا صحيح. إنما أنا عم بتطوع لحتى ممكن يكون هذب نفسي، هذب أفعالي، طباعي، فوقت اللي بيكون عم يشوف خلينا نقول الكل بسوية واحدة هو تلقائياً عم يراقب، فعم يشوف الكل بأرضية واحدة، هذا الشيء بيعطي تفاعل له. طيب خلينا نحكي عن أهمية صلة الرحم اليوم، قدي لازم يكون الأطفال قريبين من أقاربهم من أهليهم، يسألوا عنهم دائماً، يعايدوهم، يزوروا يمكن بيت صدهم جدهم، يعني قدي هيدي العادات لازم تكون مترسخة عند أطفالنا من هن وصغار، لأنه بتلاقي اليوم كتير من الأطفال لما يكبروا بيصير في جفا بين صلة الرحم. خلينا نوضح هي النقطة وأهميتها اليوم بالنسبة بما أنه نحن عم نحكي عن العيد وأجواءه. هلا هيدي اذا بترجعي انت بذاكرتك لخالين عندك او لعمه او خال، واحد عيدك وواحد لا، فانت بتحبي اللي عيدك واللي ما عيدك انت مالك طايقتي، فالولد دائما الشيء المادي عنده مقرون بالسعاده، هي نقطه، والشيء المادي مقرون عنده بالعاطفه، اليوم وقت انت بتقدمي له شيء مادي هو دائما عم يتذكر وقت كنت صغير عطتني، وقت كنت صغير قدمت لي، فبيكبر وبيبقى معه هذا الطابع، فهو بيبقى دائما على اتصال معك. هلا نحن ما عم نشجع اكيد انه نحن نعزز دائما الاشياء الماديه لا، انما في شيء من التعزيز هو اسمه التعزيز المادي، مو بس التعزيز الروحي، التعزيز الروحي ممكن نستخدمه مع الطفل بوضعيات معينة، بس تقولي عيد معناتها أنا لازم يكون في تعزيز مادي للكبير قبل الصغير، فأنت لازم تعززيه ماديا لحتى يبقى يتذكر. فصلة الرحم عند الطفل مقرونة، أنا رحت لعند جده عايدني كذا، رحت لعند تيتي عطتني شوكولا وعطتني بونبون، رحت لعند خاله عملني كذا، رحت لعند عمي ما عطاني شيء، طب ليش ما عطاك؟ يعني بتحسيه انه هو حامل شراره نار جوا، ياخذ على خاطره، فبده يقول له اياها، بده يقول له اياها، لانه الطفل ما بيعرف يكبت المشاعر السلبيه مثل الكبير، انت ممكن تكبتيها او ممكن تحرريها برياضه او اي نوع اخر من التفاعل الاجتماعي، اما الطفل رح يدجه اياها، رح يدجه اياها تبع انت ما اعطيتني، فهو رح يحس بالتقصير، فالطفل دائما مقرون عنده صلة الرحم أو خلينا نقول محبة المحيط هي بالأشياء اللي أنت بتقدمي له إياها بصغره، أما بالنسبة للشخص بس يكبر أكيد تفاعله رح بيكون حر ومنطقي تبعا للمنظومة الاجتماعية اللي عايش فيها. نتشكر حضورك اليوم دكتورة خانسة البدوي، شكرا لك وكل عام أنت بألف خير، وإن شاء الله نكون قد حمل الأمانة اللي رب العالمين بعتها لنا، إن كان بالأطفال الأصحاء أو اللي عندهم حالات خاصة، ينعاد عليكي حبيبة قلبي رشا، ينعاد عليك وعائلتك بكل خير. يعني شكرا لك، وينعاد عليك اكيد من جديد، وشكرا لانه دائما بتقدمي لنا مواضيع مهمه بصباحاتنا. اهلا وسهلا فيك دكتوره. اهلا وسهلا.